السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ الصف الخامس الابتدائي، معكم سفلبنا عبد الرضا معلمة العلوم من مؤسسة الشروق التعليمية الأهلية. أخذنا في الدرس السابق موضوع الكهربائية الساكنة، وعرفنا أنها هي ظاهرة تجمع الشحنات الكهربائية على سطوح الأجسام ويحدث نتيجة فقدان أو اكتساب هذه الشحنات الكهربائية. أما موضوعنا لهذا اليوم فهو الكهربائية المتحركة. سنوضح في هذا الموضوع كيف يتولد التيار الكهربائي، وما هي الدارة الكهربائية وأجزائها، وكذلك دور كل جزء من هذه الأجزاء بالدارة الكهربائية، ونميز وكيف نميز بين الدارة الكهربائية المغلقة والمفتوحة. الفكرة الرئيسية من هذا الموضوع، تتكون الدارة الكهربائية البسيطة من مصباح كهربائي وبطارية ومفتاح كهربائي وأسلاك توصيل، وهي تمثل مسار مغلق لسريان التيار الكهربائي. كما نعرف أن الطاقة الكهربائية لها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية. متى نشعر بأهميتها؟ عند انقطاع التيار الكهربائي عن منازلنا، فتتوقف جميع الأجهزة الكهربائية عن العمل مثل التلفاز والمروحة والمكواة والمصابيح والثلاجة وغيرها من الأجهزة المهمة لحياتنا اليومية والتي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية. تتولد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الطاقة، ومنها تصل إلى المنازل والمدارس والمصانع. لكن كيف تصل هذه الطاقة الكهربائية؟ تصل الطاقة الكهربائية من محطات توليد الطاقة بواسطة أسلاك توصيل. هذه الطاقة الكهربائية التي تصل إلى منازلنا وكافة مفاصل حياتنا اليومية تسمى الكهربائية المتحركة. إذن الكهربائية المتحركة هي طاقة كهربائية ناتجة من حركة الشحنات الكهربائية عبر أسلاك موصلة. والتيار الكهربائي هو شحنات كهربائية تنتقل من نقطة إلى أخرى خلال هذه الأسلاك الموصلة، والتي تعمل على تشغيل الأجهزة الكهربائية التي نحتاجها في حياتنا اليومية. لكي تعمل هذه الأجهزة الكهربائية لابد أن تكون مربوطة أو موصولة بدارة كهربائية. ما هي الدارة الكهربائية؟ الدارة الكهربائية هي مسار مغلق يسمح بمرور التيار الكهربائي عبره، وتتكون الدارة الكهربائية البسيطة. عندنا سؤال هنا، مما تتكون الدارة الكهربائية؟ نقول الجواب، تتكون الدارة الكهربائية من أولاً مصدر للطاقة الكهربائية، حيث يزود هذا المصدر الدارة الكهربائية بالطاقة. أبسط مصدر للطاقة الكهربائية هي البطارية الصغيرة أو البطارية الجافة. ثانياً تتكون من مصباح كهربائي. ثالثاً أسلاك توصيل التي تعمل على توصيل أجزاء الدارة الكهربائية. فائدة أسلاك التوصيل، تصل أجزاء الدارة الكهربائية مع بعضها. والجزء الأخير من الدارة الكهربائية هو المفتاح الكهربائي. والمفتاح الكهربائي هو أداة يمكن من خلالها التحكم في غلق الدارة الكهربائية وفتحها. يجب مراعاة ربط طرفي الأجهزة الكهربائية في الدارة الكهربائية، إن سريان التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية يكون باتجاه معين، بمعنى أنه يكون من القطب السالب إلى القطب الموجب عبر أسلاك التوصيل، بحيث يسري التيار الكهربائي بشكل صحيح، وتسمى الدارة الكهربائية التي لا يوجد قطع في جزء من أجزائها بالدارة المغلقة، بينما تسمى الدارة التي يوجد قطع في أحد أجزائها بالدائرة المفتوحة. يعني إذا كانت لا يوجد قطع فيها فإنها تكون دائرة كاملة تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها بشكل كامل، أما إذا حدث أي قطع في جزء من أجزائها فإنها لا تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها فتكون مفتوحة. هنا عندي يمكن من خلال مفتاح الكهرباء التحكم في غلق الدارة الكهربائية
وفتحها. هنا عندي نلاحظ رسمي الدائرة كهربائية مغلقة ودائرة كهربائية مفتوحة. راح نفسرها هنا شلون تكون دائرة كهربائية مغلقة ودائرة كهربائية مفتوحة. هنا عندي يمكن من خلال المفتاح الكهربائي التحكم في غلق الدائرة الكهربائية وفتحها. شلون تكون هنا المفتاح عندي يتحكم بفتح الدائرة وغلقها؟ هنا الجواب عندي يقول يسمح المفتاح الكهربائي بسريان التيار الكهربائي في الدارة أو قطعه. يسمح المفتاح بسريان التيار الكهربائي في الدارة أو قطعه، حيث عند غلق المفتاح الكهربائي نلاحظ أن المصباح يتوهج أو يضيء، وهذا يعني أن الدارة الكهربائية مغلقة ويمر من خلالها التيار الكهربائي. من نغلق المفتاح الكهربائي في الدارة الكهربائية يعني الدارة أصبحت مغلقة، يمر من خلالها التيار الكهربائي فيتوهج المصباح. أما عندما نفتح المفتاح الكهربائي فإن المصباح لا يضيء. لماذا؟ لأن الدائرة الكهربائية أصبحت مفتوحة، لا يمر من خلالها التيار الكهربائي. عند فتح المفتاح الكهربائي لا يضيء المصباح لأن الدائرة الكهربائية أصبحت مفتوحة. إذا المفتاح الكهربائي هو من يتحكم في غلق الدائرة الكهربائية وفتحها. الدائرة الكهربائية Electric Circuit. ماذا بك؟ لماذا أراك حزيناً؟ إنني أحاول إضاءة هذا الكشاف ولكنه لا يعمل ولا أعرف لماذا. الأمر بسيط، فقد يكون أحد مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة المكونة لذلك الكشاف قد تلف. وهل هذا الكشاف يمثل دائرة كهربائية بسيطة؟ نعم، فهو يتكون من بطارية وهي مصدر التيار الكهربائي وأسلاك توصيل ومفتاح كهربائي وجهاز كهربائي واحد، وهو هنا هذا المصباح. إذن هناك احتمال بأن تكون بطارية الكشاف فارغة. نعم، فالبطارية هي مصدر التيار الكهربائي، وهي أيضا تمثل المضخة التي تسبب حركة التيار ودورانه. مضخة؟ نعم، فالبطارية تشبه المضخة التي ترفع الماء من القناة المائية، فلا بد أن يكون هناك مصدر للمياه، وكذلك مضخة لرفع الماء إلى ارتفاع كبير، فتزيد قدرة الماء على القيام بشغل، فعندما يهبط الماء يكون قادرا على تدوير عجلة مثلا. ولذلك لا بد من وجود جهد كهربائي مرتفع في الدائرة الكهربائية ينتقل منه التيار إلى جهد منخفض، فيتمكن من تشغيل مروحة أو مصباح كهربائي. صحيح. وقد تكون أسلاك التوصيل قد تلفت. هذا افتراض صحيح، لأنه لضمان استمرار تدفق التيار الكهربائي ودورانه لا بد أن يستمر في الدوران في مسار مغلق، فكما أنه في المضخة لا بد من وجود أنابيب تسري فيها المياه، فإنه في الدائرة الكهربائية لا بد من وجود أسلاك سليمة يسري فيها التيار الكهربائي. وقد يكون المفتاح الكهربائي قد تلف. نعم، فوظيفة المفتاح تشبه وضع صنبور في المسار، نقوم مرة بإغلاق الصنبور فيمنع مرور الماء، ثم مرة أخرى نفتحه فيستمر مروره. إذن فهذه هي فكرة عمل المفتاح الكهربائي، يسمح بمرور التيار الكهربائي فيغلق الدائرة، أو يمنعه فيفتح الدائرة الكهربائية. هذا صحيح، ولذلك سنصل الطرف الأول للمفتاح بالبطارية عن طريق هذا السلك. نعم، فالأسلاك تمثل الأنابيب التي يمر عبرها التيار الكهربائي، ولكن لماذا هي مصنوعة من النحاس؟ حتى يمر التيار الكهربائي فيها بسهولة، فالنحاس مادة جيدة التوصيل للكهرباء. إذن فلو صنعنا الأسلاك من البلاستيك فلن يمر فيها التيار، أليس كذلك؟ نعم، لأن البلاستيك لا يحتوي على إلكترونات حرة الحركة لنقل التيار الكهربائي عبره، فالأمر أشبه بمحاولة إمرار الماء من خلال عصا مصمتة. وماذا عن الطرف الآخر للمفتاح؟ سأصله بالمصباح،
ثم أصله بالقطب الآخر للبطارية، ثم أغلق المفتاح، وحينئذ تصبح الدائرة مغلقة فيضيء المصباح. وهكذا سيستمر التيار الكهربائي في الدوران فيها، ولذلك يضيء المصباح. معنى هذا أنه عند فتح المفتاح يتوقف المصباح عن الإضاءة. نعم، لأن التيار الكهربائي توقف عن الدوران في الدائرة، وما يقوم به المفتاح هو فصل السلك الكهربائي عن الآخر. فكما تعلم، الهواء لا يمر به التيار الكهربائي عادة، فهو عازل للكهرباء. والآن نشغل المصباح. إذن فهكذا يمر التيار الكهربائي في الدائرة. نعم، فعند توصيل طرفي سلك مع بطارية تنتج البطارية مجالا كهربائيا داخل السلك، فيؤثر المجال الكهربائي بقوة في الإلكترونات فيجبرها على الحركة نحو القطب الموجب للبطارية. الآن عرفت كيف تعمل دائرة المصباح، وسأقوم بإصلاح الكشاف الكهربائي. حسناً، ولكن قبل أن تقوم بإصلاح ذلك الكشاف عليك أولاً تلخيص ما تعلمته اليوم. حسناً، ملخص ما تعلمته اليوم: الدائرة الكهربائية البسيطة تتكون من مصدر للطاقة الكهربائية وجهاز واحد كهربائي وأسلاك توصيل تغلق الدائرة ومفتاح. أنواع الدوائر الكهربائية: 1- الدائرة الكهربائية المغلقة. 2- الدائرة الكهربائية المفتوحة. بعد أن تعرفنا على الكهربائية المتحركة والتيار الكهربائي ومما تتكون الدارة الكهربائية وكيف تعمل على توهج المصباح وانطفائه، نصل إلى حل أسئلة مراجعة الدرس. السؤال الأول: ما الذي يجعل الأجهزة الكهربائية تعمل؟ الجواب: الطاقة الكهربائية هي التي تجعل الأجهزة الكهربائية تعمل. السؤال الثاني: ما جزء الدارة الكهربائية التي يتحكم في غلقها وفتحها؟ الجواب هو المفتاح الكهربائي. السؤال الثالث: ماذا ينتج عن سريان الشحنات الكهربائية من نقطة إلى أخرى من خلال سلك موصل؟ ينتج عنه تيار كهربائي. تعلمنا أنه عند سريان الشحنات الكهربائية من نقطة إلى أخرى خلال سلك موصل ينتج تيار كهربائي. السؤال الخامس: اختار الإجابة الصحيحة. أتحكم بإضاءة المصباح الكهربائي من خلال ألف أسلاك التوصيل، باء مصباح كهربائي، جيم بطارية، دال مفتاح كهربائي. الإجابة هي دال المفتاح الكهربائي. 6- إضاءة المصباح الكهربائي في الدارة الكهربائية يعني أن ألف الدارة الكهربائية مفتوحة، باء الدائرة الكهربائية مغلقة، جيم الدارة الكهربائية لا يسري إمرها تيار، دال المفتاح الكهربائي في الدارة الكهربائية مفتوح. الإجابة الصحيحة هي باء الدارة الكهربائية مغلقة. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح.